الليله ديال البارح انا جاي غير في الطريق ديال الحومه، الناس ديال الحومه الدراري العزرانه، عمي راشد فين غادي؟ راه الدراره سمعناها كتكلم كتطرطق. ثم اخويا اللي دارها الله هي اللي كاينه، ما كاينش 10 موته وحده كاينه. قبل دخلت انا وليداتي وعندي حفايضي هنا معايا، جاوني ضياف بناتي بجوج تقريبا 14 الخلق، وكنت انا وليداتي تما مجموع كومبلي، كنا كومبلي ب 14 الاولاد. شويه حنا قاعدين كنشوفوا داك الشيء كيتحسر غير بوحدو، التراب كيعود غير بوحدو. تقعد هاد الدراري نوض تقعدو جوج الليل هذيك، نوض ولدي تقعدو كما هكذا. تمينا خارجين، يلاه خرجنا بدورة ديال الدرب، بدات كتكلم بالمعقول، هربنا شويه شربت ولي هربت وليداتي، الدار هودت. هبط لاك ابا خويا لقيت الدار كتحتت، ياك طاحت لك تما الدار كتحتت، تخرجوا دابا هي هما خرجوا، يلاه خرجوا بشي نص ساعة المكانة هكا ولا ساعة المكانة طاحت. فهمتيني يلا شي ساعة المكانة بحال هكا هودت. ايوا واش عاد دير، هذا هو حال الدنيا. التفاصيل خرجنا، المهمه هي التاليه بالسبق والجيره والغواتات والعداء والبراج، ما بدنا نقلبوا على الدراري الصغار، ما بدنا نقلبوا على الكبار، ما بدنا نهربوا بروحنا، ما بدنا نعلموا الجيره اللي ساكنين في جنبنا حتى هما يهربوا ولا يمشي يطيح عليهم داك الشيء. ما نقول لك داك الشيء عشنا لا اله الا الله وصافي، ما لا حول ولا قوه الا بالله، باقيين رجلينا كيرجفوا بداك الشيء ديال لحد الان. هذه دابا راه غاديه 24 ساعه ومازال داك الشيء ماثر علينا، ودابا الساعه حاليا راه الحومه كامله غادي كتخاف تدخل دابا للدار. هاد البنايه اللي وقع الحديد ديال الانهيار ديالها هاد الليله هادي تتنتمي هي المنطقه الشماليه، هاد المنطقه اللي كتعرف الظاهره ديال السكن المهدد بالانهيار، وهي كتدخل ضمن البرنامج ديال معالجه الدور الايله للسقوط بمناطق ناقصه التجهيز على صعيد مدينه فاس. اذا هي كتستافد من واحد المقاربه اللي انطلقت منذ 2010، هاد المقاربه اللي مكنات من المعالجه ديال حوالي 700 بنايه مماثله اللي استفدوا فيها حوالي 4500 أسرة منذ انطلاق البرنامج 2010. وبالنسبة لهذه البناية اللي حالة اللي احنا واقفين عليها دابا، كيتعلق الأمر بواحد القرار الإفراغ اللي صدر منذ شهر أبريل 2014، إلا أن الساكنة كانت رغم الاجتماعات المتتالية اللي كان القيام بها ما كانش كتنخرط في هذه المقاربة. نقدروا نرجعوا هذه المسألة كون تشعب ديال هاد الظاهره، وكذلك الحاله الاجتماعيه ديال القاطنين انهم كاين ورثه، دونك هاد الدار كتعرف واحد المجموعه ديال الورثه طبعا، باش توصل لواحد التوافق معاهم على المسائل اللي متاحه لهم، الاليات اللي متوفره، وكذلك كاين واحد الدعم عباره عن اعاده الاسكان. هناك ثلاثه ديال المواقع اللي كيمكن لهم يستافدوا من اعاده الاسكان فيها، اللي هي مخصصه للقاطني الدور المهدد بالانهيار.